حتى بنا فوق الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حسنكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتحجير، والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، ديار عفاها جور كل منابذ. هذا دعبل بن علي الخزاعي، قصيدة تائية هي معروفة إليه، يقرأ القصيدة للإمام الرضا، هنا كان اتعنى إلى الإمام الرضا عليه السلام وقرأ هذه القصيدة، فأكو بيت بالقصيدة الإمام يضيفه على قصيدة دعبل، لأن دعبل وصل إلى مكان ظل يعدد القبور، قبر الإمام أمير المؤمنين، قبور البقيع، ظل يعدد بقية القبور، وصل إلى الإمام الكاظم عليه السلام فوقف، لأن الإمام الرضا حي. أسمع القصيدة، حلوة معروفة هذه. ديار عفاها جور كل منابذ، ولم تعفها الأيام والسنوات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة، وأخرى بفخ نالها صلواتي، وقبر بأرض الجوزجان محلها، وقبر ببا خمرى لدى الغربات، وقبر ببغداد لنفس زكية. باب الحوائج، الإمام الكاظم عليه السلام. وقبر
ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالبركات. وقف دعبل لما وصل إلى الإمام الرضا، التفت الإمام الرضا إليه قال: يا دعبل، أتأذن لي أن أضيف بيتا في قصيدتك؟ قال: بلى يا ابن الزهرة، هذا شرف لي ولقصيدتي أن تتحفني ببيت من الشعر. قال لي: يا دعبل، وقول وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. ثم التفت الإمام قال: يا دعبل، عرج على جد الحسين. عرج دعبل قبر بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فرايا. ما شاء الله، هي آتي شلون حالهم؟ توفى عطاشا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. التفت الإمام إلى دعبل قال: يا دعبل، عرج على جدة الزهراء. عرج دعبل أفايا يا فاطم، لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرات. ياتي بصوت واحد ما دام صار ذكر للزهراء إن شاء الله، وكلنا والزهراء حاضرة ونحن بعين الزهراء إن شاء الله. فاطمة، لو خلت الحسين موجة. ساعدني ساعدني، ها آه آه وويلاه على المظلوم. فاطمة، لو خلت الحسين وقد مات عطشانا بشاط فر. إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين على وجناتي. النوح يا زهرة على منه تنوحي، نوحك على المسموم لو نوحك على وياي كلكم. هالنوح هالنوح يا زهرة على منه تنوحي. ونو ياي ونو ياي ويا الزهرة ويا الزهرة. هالنوح يا زهرة على منه تنوحي، نوحك على المسموم لو نوحك على حنايت. وناديت والدمع على خد بادي. انت سألوني يا خماك الهولى، ويا لجن مصاب حسين ساطي في فؤادي. وعظم على أي لون عين ناعي على أي دهري الرزايا بكل وادي. أو شت
تتنادي عن يميني وعن شمالي. يما من الوالد والقلب العفان وادور عزمني وين ما كان ما كان اويله يا ابن المات. احد الاخوان طلب هذا الطور طور العاشوري قلت له يمكن ما يجاوبون قال لا جرب مولانا خلي اجربكم الان. ها يما من الوالد من الوالد والقلب لا أعلى أعلى يا زهراء لهفايان ودور عزبني وإن ما كان يما ودور عزبني وياي عزبني وإن ما إلك إلك ما شاء الله. يما ما كان ما كان أويله يا ابن المات عطشان يما أويله يا ابن المات راول العالم صوتك هذا أويله يا ابن المات إلك إلك آه آه يا حسين عطشان ولعبت علي الخيل ميدان يما ميدان انا لا لقرابة ولا لدفان لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صلوا على محمد وآل محمد. الآيات في سورة المؤمنون، وقلنا مؤمنون لأنها علم وإلا يكون يصير مضاف ومضاف إليه يكون يصير في سورة المؤمنين، لكن قرأناها مؤمنون لأنها علم. فالآيات في سورة المؤمنون، سورة المؤمنون بدأت بكلمة الفلاح. انتبهوا أخواني بارك الله فيكم. قد أفلح المؤمنون، الفلاح أعلى درجة، أعلى درجة القرب إلى الله، أعلى درجة يستطيع الإنسان أن يتقرب إلى الله تسمى درجة الفلاح. بعد بينه وبين الله ماكو شيء، زين أعلى درجة. القرآن يعطي مقامات للناس، مقام أول ثاني ثالث، انتبه للمقدمة إذا ما انتبهت تضيع الأول والثاني. زين مقامات أكو مولانا، المقام الأول المقام الثاني الثالث الرابع إلى آخر. زين أعلى درجة تستطيع أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى يسمونها درجة الفلاح. هذه الفلاح موجودة في القرآن، مثلا قد أفلح من زكاها، يعني زكى النفس. قد أفلح من زكاها، في آية ثانية قد أفلح من تزكى، الزكاة الشرعية المستحبة والواجبة، والأولى زكاة نفس. هذه الآية قد أفلح المؤمنون، واضح مولانا؟ هذول المؤمنون لهم صفات، هذه الصفات إذا تحققت يصل إلى درجة الإيمان، يقولوا له مؤمن. إذا وصل إلى درجة الإيمان يوصل إلى درجة الفلاح. ما هي صفات المؤمنين في القرآن الكريم؟ إخواني جدا البحث جميل، جدا جميل صراحة، لأن أنا أستلذ بهذا البحث ويمكن ما يخلص في حلقة، نحتاج إلى حلقتين، نحتاج إلى محاضرتين، لكن جدا جميل. أو راح نطلع فضل لآل البيت من القرآن وأربط آية 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 آية، ما أجيب ولا رواية، نجيب بس آيات، يسمى تفسير قرآن بالقرآن. وهذا حبيبي بس أحتاج إلى انتباهك
وأن تعطيني عزم وقوة إن شاء الله أن أتكلم أكثر إن شاء الله. زين، الله سبحانه وتعالى بهذه الآية شو يقول؟ يقول المؤمنون يصلون إلى درجة الفلاح، لكن هي المشكلة أنه أنا شلون أحصل الإيمان؟ شلون أحصل الإيمان؟ هو الإيمان درجات لو مو درجات؟ هو الإيمان درجات. الآن إحنا قاعدين هسه من الرأس للرأس، إيماننا كل واحد له يختلف، يختلف ها؟ كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإيمان على 10 درجات، الإيمان على 10 درجات. سلمان في الدرجة العاشرة، أعلى درجة سلمان، سلمان خو تعرفون أخو الزلمة هذا سلمان، سلمان في الدرجة العاشرة، وأبو ذر في الدرجة التاسعة، ومقداد في الدرجة الثامنة. فواحد سأله قال له سيدي إذا كان سلمان في الدرجة العاشرة فأين علي من الإيمان؟ علي بن أبي طالب وين؟ ما له درجة؟ قال له علي هو الإيمان. فأين ما سمعت كلمة الذين آمنوا في قمة الإيمان ياهو؟ علي بن أبي طالب مو في قمة الإيمان، هو الإيمان. ها؟ مرة تقول هاي يحتاج ترى للبحث، احنا عندنا بحث مولانا، مرة تقول فلان عادل، فلان عادل، تريد تبالغ في عدالته، انتبه لي، تريد تبالغ في عدالته، شو تقول؟ فلان عدل، فلان ما تقول عادل، شو تقول؟ عدل، يعني لو كان العدل رجلا لكان فلان. ها؟ لما تقول علي شجاع تريد تبالغ في شجاعة علي، شو تقول؟ علي شجاع أصلا. إذا الشجاعة تصير رجل شو تصير؟ علي. إذا الإيمان رجل علي، إذا العدالة رجل علي. واضح مولانا شلون؟ زين، فهذه من باب المبالغة، هاي نحتاجها بعدين بالبحث الباكر نحتاجها. زين، كيف نصل إلى درجة الإيمان؟ لكي نصل إلى درجة الفلاح نقرأها أنا وياك. من هم المؤمنون؟ أسمع، قد أفلح المؤمنون، ياهم أولا أهم شيء، الذين هم في صلاتهم خاشعون. في صلاتهم يعني يصلي، لكن كون وين يصير مولانا؟ في صلاته إيش عنده؟ عنده خشوع، مو ما يصلي. لأخو هذا ما يصلي هذا خسريدك مولانا، الكلام عن من؟ عن المؤمنين. والمؤمن عادة شنو؟ يصلي. فيقول له ما يقول له مثلا عن صلاته، إيش يقول؟ في بالصلاة. زين، في زين، فأنت في صلاتك لابد أن يكون لك خشوع. الشيطان هم شاطر، يعرف شلون يلعب، شلون يضرب على أي وتر. الشيطان ما يقول لك لا تصلي، يقول لك صلي، الصلاة واجبة. زين، لكن وين يضرب مولانا؟ في داخل الصلاة، يخرب صلاتك وانت من الداخل. واضح حبيبي؟ ما يقول لك لا تصوم، يقول لك صوم، الصوم واجب، بس بالصوم أكذب، غيبة، نميمة، بهتان، سب، شتم، غلط، كل شيء أسوي مولانا، هو وين؟ صايم. واضح شلون حبيبي؟ فشي يقول أول علامة من علائم المؤمنين شنو مولانا؟ الصلاة. الخشوع وين؟ في الصلاة. أولا أحسبها أنا على السريع لأن البحث جدا طويل وأريد أسوي محاضرتين لا يطول أكثر. انتبهوا لي مولانا، الذين هم في صلاتهم خاشعون، هاي واحدة. اثنين، والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو تعرف شنو اللغو؟ اللغو كل فعل وقول لا فائدة فيه، شو يسمونه؟ لغو. هسه الباطل لغو، الأغاني لغو، اللهو واللعب لغو، الشرك لغو، سواء فعل أو قول، كل فعل وقول لا فائدة فيه شو يسمونه؟ يسمونه لغو. وانت شوفون هسه البعض يقعد بالدواوين، دواوين هذول الدواوين اللبن، واضح مولانا؟ أنا أسميها لبن لأن تعبانة. هذا من تقعد بالديوان مولانا ما تفهم منه شيء، تقعد لك ساعة ساعتين، هذا يحكي ذاك يحكي وهذا يحكي، بس ماكو أي فائدة منهم، لأن كل كلامهم شنو مولانا؟ لغو. زين، في بعض الدواوين فيها فائدة، بها بحث علمي، فيها بحث قرآني، فيها ذكر لآل البيت، فيها ذكر لله سبحانه وتعالى. إيه نعم، هذا بالخير والبركة، وإلا ديوان وأنا قاعد بمولانا ما بغير النميمة والغلط، بخدمتكم مولانا، هذا لا فائدة منه. أقوم من عنده يزعل، خلي يزعل على سلارة. زين، خلي يزعل. اخواني تعالوا، اكو قدام هنا اكو مكان جزاكم الله خير، هناك بالخلف ماكو مكان جزاكم الله خير. اقومكم ان شاء الله. رحم الله من ذكر القائمه من آل محمد. احسنتم، جزاكم الله خير.
زين كم صفة سارا؟ اثنين، الذين هم في صلاتهم خاشعون، عفية. بعد والذين هم عن اللغو معرضون. طبعا كل وحدة تحتاج إلى شرح، بس أنا كلش بإيجاز لأن مو موضوعي هذا. اثنين، الثالثة مولانا والذين هم للزكاة فاعلون. هذا الزكاة مطلق، احنا الزكاة نوعين عندنا، عندنا زكاة واجب وعندنا زكاة مستحب. الزكاة الواجب أين وجب؟ طبعا السورة سورة مكية، السورة هاي سورة المؤمنون سورة مكية. والزكاة وين وجب؟ وجب بالمدينة. واضح مولانا؟ الزكاة بالمدينة صار واجب، لكن السورة شنو؟ مكية. وهاي للزكاة فاعلون يقصد الزكاة الواجب والمستحب. يعني تعين الزكاة، أكو هذا النصاب الخاص، مثلا الإبل، مثلا الغنم، الغنم أجلكم الله كل 40 مثلا نعجة أجلكم الله شنو مولانا؟ رأس شات واحد كل 40 شات، هذا شنو؟ هذا زكاة. واضح مولانا؟ هذا زكاة. الشاهد مولانا ذاك الزكاة الواجب، هذا الزكاة إشارة إلى الزكاة المستحب والواجب المطلق. زين، يعني العطاء أن نساعد لك فقير، هاي من علائم المؤمنين. إيش قصارا؟ ثلاث، الصلاة واللغو معرضون، بعد وللزكاة فاعلون. الرابع مولانا والذين هم لفروجهم حافظون. هاي طاغية، هاي هذا مولانا، هاي الغريزة من أطغى الغرائز في الإنسان، من أطغى الغرائز في الإنسان. ولهذا إبليس منين يجي مولانا؟ يشوفون نقطة ضعف الإنسان، امرأة أو رجل يأخذ من نقطة الضعف اللي ينجر بسرعة. وسائط عنده أنواع، واحد يحب الفلوس يذبل فلوس، زين يخلي كل شيء يسوي خاطر يصل إلى غايته ومناه، يسوي حرام، يقتل، يعصي، كل شيء يسوي. أكو بعض الناس لا، ها يحب هالأمور هذه الزايدة، يركض وراء أعراض الناس مولانا، يطق بيبان الناس، يتعرض إلى بنات الناس، وما يدري أنه مثل ما طق بيبان الناس بابا كم ينطق. واضح مولانا؟ كما تدين تدان. واضح مولانا؟ أي واحد يتعرض إلى أعراض الناس يجي يوم من الأيام أيضا عرضه يتعرضون له، ها أكيد 100% لا محالة. واضح حبيبي؟ فالشاهد مولانا شو يقول القرآن؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، هاي مرتبة بعد، أو ما ملكت أيمانهم، هاي يعني الجارية، الجارية المملوكة طبعا حسب شروط، زين، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كم صفة سارا ضيعتوا أنتم؟ زين، الصلاة واللغو والزكاة والفروج، أربعة. الخامس، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كم واحدة ذني؟ لا ستة سيرا، ها؟ والذين هم لأماناتهم، هاي خمسة، وعهدهم راعون، ستة، ها؟ يعني اثنين آية واحدة. زين، أنه يكون أمين ويكون راعي للعهد. هسه هذه تحتاج ربط لآل البيت سلام الله عليهم. زين، هذا، وأن تؤدوا الأمانات لأهلها. شو يقول الإمام الصادق عليه السلام؟ قال أي أن تعطي الولاية لأهلها وهم محمد وآل محمد. وعهدهم راعون، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. شنو عهد الله مولانا؟ ها، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. عهدي الظالمين، يعني الإمامة عهد منين؟ من الله. فالأمانة عهد من الله، الأمانة من الله، والعهد الله هم شنو مولانا؟ الإمامة، الإمامة أمانة وعهد. زين، ايش قصارنا كلهن؟ ستة مو؟ نعم. السادسة أيضا تأكيد، والآخر آية، والذين هم على صلواتهم يحافظون. بالبداية بدأ بالصلاة، بالنهاية هم بالصلاة. ليش؟ لأهمية الصلاة، أن هذه الأعمال بأجمعها لو لم تكن الصلاة لا خير ولا فائدة فيها، إن قبلت قبل ما، وإن ردت رد ما سواها. واضح حبيبي شلون صار؟ زين، هاي علائم المؤمنين. المؤمن إذا وصل إلى هذه الدرجة يوصل إلى درجة تسمى الفلاح. زين مولانا، هذه دائرة واسعة. أنت من تريد توصل إلى الله عندك 100 درجة. عيون انتبه لي، ترى راح تأخذ خطأ مني 100%، وأنا أترجاك وأبوس راسك إذا تقدر باكر أحضر بالمجلس، مو تسمع حكاية مني هسه وتحط لي تنكة وتقول الشيخ قال هيك. زين، أنا بعد ما مكمل البحث،
وما فهمت مني هم لا تنقل مني رجاء. زين، اذا توصل، اذا تريد توصل لله عندك 100 درجه، 1 2 3 4 5 100 درجه. الدرجه 100 الاخيره القرب الى الله شو يسمونها؟ يسمونها درجه الفلاح. ها هذول درجه الايمان واسعه، درجه الايمان واسعه. عندنا اعلى من المؤمنين لو ما عندنا بالقران؟ عندنا اعلى من المؤمنين. يا ام اعلى من المؤمنين، اللي اعلى من المؤمنين يسمونهم اولو الالباب. شو يسمونهم؟ اولو الالباب. اولو يعني صاحب، الالباب جمع لب، اللب شنو يعني؟ العقل، لكن مو مطلق العقل، العقل السليم. احنا العقل نوعين، عندنا عقل سليم وعندنا عقل سقيم، واضح مرانا؟ اللب صاحب العقل السليم، اولو الالباب اللي عنده عقل سليم، واضح حبيبي؟ اولو الالباب اعلى درجه من المؤمنين. قبل لا اكمل لك انا، خليني اقول لك ثواب المؤمنين. اسمع، الان عرفنا المؤمنين شلون تحصل الايمان، كم صفه لهم؟ ستة. السوى هالستة توصل إلى درجة الإيمان. إذا وصلت إلى درجة الإيمان الله شطيك، شوف أجر المؤمنين، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذول المؤمنين. بعد الآية الثانية، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. زين، آية ثالثة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا كل علما للمؤمنين. بعد، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هاي جزاء المؤمنين. أعطيك بعد واحدة مهمة، إن الله، اسمع سورة الحج، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. الأساور المقادس، الأساور منين؟ من ذهب. الله يعطيهم مقادس، انتبه لي راح أجيب لك أنا آية، الله يعطيهم مقادس شنو؟ ذهب. لمن؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولؤلؤ، زين، ولباسهم فيها حرير، هدومه حرير، وهذا الأساور ذهب ولؤلؤ. زين، هذا علائم المؤمنين وجزاء المؤمنين. زين، أعلى من المؤمنين ياهم أولو الألباب. أولو الألباب ياهم صاحبين العقل الخالص، إلهم صفات بالقرآن لو ما لهم صفات؟ نعم إلهم صفات بالقرآن. شنو صفاتهم بالقرآن؟ احسب بس، قل لي أولو الألباب ياهم، أنا أقرأ لك الصفات وأنت قل لي من هم أولو الألباب. أنت قل لي، زين، أنا أقرأ لك الصفات. شوف كم صفة في سورتين، في سورة الرعد وفي سورة آل عمران. أقرأ لك الصفات وقل لي من هم. الصفات تنطبق على من؟ اللي أعلى من المؤمنين. وين؟ اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الرعد آية 19، انتبه لي اخواني، دققوا وياي رجاء. انما يتذكر اولو الالباب، ياهم اولو الالباب، احسب وحده وحده، الذين، ياهم يعني اولو الالباب، الذين يوفون بعهد الله. تعرفون ايش قد معناها واسع هذا؟ عهد الله، عهد الله. الصلاه عهد الله، الصيام عهد الله، الزكاه عهد الله، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحج، الامامه، هذين كلهم عهود منين؟ من الله. الواجبات عهد الله. ها هذين كلهم، هذولي اولو الالباب يوفون بعهد الله. يعني ايش قد ناس عظماء؟ هواي. هاي اول وحده. اثنين، ولا ينقضون الميثاق. كم صفه سارن؟ اثنين، ياهم اولو الالباب، عافيه. والذين يصلون ما امر الله به، عندهم صله ارحام، صله امام، صله جيران، عندهم صله. ايش قد سارن؟ ثلاثه. بعد، ويخشون ربهم، احسب وياي، أربعة، خشية من الله. بعد، ويخافون سوء الحساب، يخافون منين؟ من القيامة. زين، ايش قصارا؟ خمسة، عافية، جزاك الله خير. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبر عندهم، ايش قد؟ ستة. بعد، وأقاموا الصلاة، مو صلوا، أقاموا، يقيمون الصلاة بكل حذافيرها، أقاموا الصلاة، ايش قصارا؟ سبعة. بعد، وأنفقوا مما رزقناهم، ثمانية، سرا وعلانية. بعد، اسمع التاسعة، ويدرؤون بالحسنة السيئة. إذا سوي تسعة، إذا سوي شيئا في مقابل الشيء شو يسوي لك؟ زين، واضح مولانا؟ ناس طيبين. هذا يوم من الأيام الإمام الباقر عليه السلام دخل عليه واحد قال له، سيدي ما أكثر شيعتكم، ما شاء الله عندك شيعة خير من الله. الإمام نزل رأسه ثم رفع رأسه، قال له اسمع، قال له وهل يتزاورون زيارة عندهم صلة أرحام؟ سكت الرجل.
قال له هل يتجاوز المحسن عن المسيء؟ سكت. قال له لا سيدي. قال له إذن هؤلاء ليسوا بشيعتنا، هذول مو شيعتنا. مو شيعتنا. الشيعة من علائم الشيعة شنو؟ ولا يدرؤون بالحسنة السيئة. كم صفة سارة؟ تسعة. أنت برايك هذول منه تسع صفات بالقرآن، من أعظم الصفات ياهم أولو الألباب آل البيت سلام الله عليهم، احجوا الأنبياء مو وياهم لو بس لأهل البيت، احجي لا تخجل احجي احجي، أنا مو تحسب منبر وهوسة، لا احجي أنا عادي عندي. زين، إذن أولو الألباب عندهم تسع صفات، هاي بس في سورة الرعد. إيش قلنا؟ هاي الصفات لا تنطبق إلا على من؟ على آل البيت، مو لا آل البيت أكو أعلى من عندهم بعد شيء؟ بعد ماكو أعلى منهم. خلي نروح إلى سورة آل عمران، تسعة هنا، سورة الرعد تسعة، سورة آل عمران، اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يتذكر أولو الألباب، هذول سورة آل عمران، شنو مولانا؟ زين، لآيات اللي أولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. القيام وقفة، القعود قعدة، على جنوبهم نايمين. يعني الإنسان هاي ثلاث حالات، شو ذاك زلمتنا واقف، أنت قاعد، أكو ناس شنو؟ نايمين، أكو حالة رابعة أعطنيها. أو لا هو ميتم نايم. زين مولانا، ما عندنا حالة رابعة، الإنسان عنده ثلاث حالات، لو واقف، لو قاعد، لو نايم، صح لو لا؟ شي يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هاي كناية لمن؟ كناية أنهم يذكرون الله بشكل دائم، حتى بالنوم يذكرون الله، يتوضأ وينام. وتعرفون الوضوء؟ من توضأ ونام، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من نام بطهارة وكل الله له ملكا على هيئته يسبح الله ويقدسه من الليل إلى الفجر وأجره إلى النائم. هذا ياهو اللي نام بمن؟ بطهارة. إذن هذول عندهم ذكر دائم، منك تسع صفات وهنا وحدة عشرة، عفية عشر صفات بعد مولانا. بس الذكر ما يكفي، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، عندهم شنو مولانا؟ فكر، يتفكرون، لأن تفكر ساعة أفضل من عبادة سنة. وانا مولانا يتفكرون، كم صفة سارة؟ 11. ياهم أولي الألباب 11 صفة عندهم. ياهم أولي الألباب قلنا آل البيت، أكو علم عندهم؟ ماكو علم. أنت قلتوا آل البيت ترى، بعد ما تراجع من كلامك، أي هاي دير بالك. زين، هسا نكمل الآيات، اسمع إيش قالوا. قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ياهم قالوا أولو الألباب، تكملت الآية. زين، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا. ياهم يقولون أولو، لا ياهم يقولون أولو الألباب شنو سمعوا؟ مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ياهم يقولون أولو الألباب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ياهم يقولون أولو الألباب. وكفر عنا سيئاتنا. ياهم يقولون أولو الألباب. بعد وتوفنا مع الأبرار. طلعوا مو هم، اي طلعوا مو هم مولانا، لأن إذا أولو الألباب أهل البيت طلعوا الأبرار أعلى من عندهم، لأن هم قاعد شو يقولون؟ قاعد يقولون ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. أهل البيت عندهم ذنوب؟ ما عندهم. يقول وكفر عنا سيئاتنا، سيئات ما عندهم. بعد شو يقول؟ وتوفنا مع الأبرار. شلون؟ اللي الأولو الألباب يتمنون أن الله يحشرهم مع من؟ مع الأبرار. إذا طلعوا الأبرار أعلى منين؟ من أولي الألباب. زين، بس قبل لا نشوف الأبرار منه، خلينا نشوف جزاء أولي الألباب. شنو جزاءهم؟ زين، شو جزاءهم؟ قال أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا ثواب من ثواب أولي الألباب. إذن المؤمنون أعلى من المؤمنين، ياهم طلعوا أولو الألباب، صح لو لا؟ زين، احنا كم درجة عندنا؟ عندنا 100 درجة، عندنا 100 درجة. خلي للمؤمنين، لأن كل ما الإيمان يزود الناس تنقص، لأن قليل من عبادي الشكور، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعلمون، كل أكثرهم. أنت لا تأخذ أكثر الكثرة، معدلك الكثرة كالأخوة شوادن. زين، يمكن أن تكون قلة لكن الحق وياهم، صح ولا لا؟ ولا واقعة بدر ياهم أكثر المشركون للمسلمون، المشركون أكثر، المسلمون قلة، لكن الانتصار صار لمن؟ ومن الذي كان على حق؟ أهل الإسلام. واضح مولانا شلون؟
فشي يقول احنا هاي درجة الإيمان اعطيها 40 درجة طلعوا أعلى من عدهم ياهم أولو الألباب اعطيهم 30 درجة لأن هذول 40 إيمان مساحة كبيرة زين صعدوا شوية إيمانهم كثر سموهم أولو الألباب كم درجة نعطيهم 30 ايش قد ظلن زين هسه لا وحدة 40 و30 لما نوصل لله ايش قد بعد 30 نوصل اسمع من هم أولو الألباب في القرآن ندور هسه أولو الألباب في القرآن أنا وياك خوش الأبرار ندور على الأبرار في القرآن وين نروح نروح إلى سورة الإنسان آية الخامسة إيش قالوا هم قالوا وتوفنا مع الأبرار نروح إلى سورة الإنسان البحث طويل طبعا أنا هذا النص والنص باكر زين وين مولانا بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار شوف إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا زين الأبرار ياهم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر إذن عدم نذر عدم نذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا بعد ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم علما لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا زين هسه أنا أسألك شوي شوي من هم الأبرار من هم الأبرار لا أحكوا أهل البيت صح ولا الأبرار أهل البيت صح ولا أكو علم العدم بعد شيء أكيد ماكو ندور بالله هسه احنا ندور بالله بالقرآن خلينا نكمل أول للأبرار إيش قال قال إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا بعد الأبرار خلينا نكمل الأبرار في آية ثانية سورة الانفطار يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم سورة الانفطار هسه نروح إلى سورة البقرة هاي كلها علائم الأبرار نشد على قلبي لميت الآيات هذه منا ومنا اسمع مولانا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين هاي علامة الأبرار صح ولا هسه عرفنا الأبرار أنتم قلتوا أهل البيت الأبرار أنتم قلتوا الآن أهل البيت اللي قال اللي ساكت ساكت اللي قال الأبرار أهل البيت وماكو علم عندهم أهل البيت هسه خلينا نشوف جزائهم المؤمنون أنزل درجة منين من الأبرار صح ولا زين الله يشطيهم يعطيهم مقادس أساور منين ياهو الأغلى الذهب لو الفضة أغلى الذهب هسه أنت إذا كرمت لك إذا نفرين تريد تكرمهم واحد تطي ذهب واحد تطي فضة العاقل يقول لك أنت كرمت من أبل أبو الذهب كرمت أكثر ليش كرمت أكثر لأن الذهب أغلى منين من الفضة خلينا نشوف والله الأبرار شنو جزاهم الأبرار قالوا بسم الله الرحمن الرحيم جزاهم بما صبروا جنة وحريرة الله هاي إلهم منهم الأبرار زين متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا إذن لا أكو برد ولا أكو حر بالجنة ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا يعني نازل الشجر نازل بعد أنت ما أحتاج تروح لا هو ينزل لك الشجر تأخذ أي ثمر اللي تريده ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقدير عفية ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون هذول جميلين جدا هسه هذول ياهم البعض يقولون أطفال المسلمين والبعض يقولون لا أطفال غير المسلمين اليهود والنصارى اللي يموتون هذول أطفال ما لهم ذنب والله ما يدخلهم بالنار يدخل أهلهم بالنار أهلهم كفار مشركين بس هذول أطفال عمره سنتين ثلاثة إذا مات يروح للنار مو من العدالة الله وين يجيبه إلى الجنة بعض الرواش يقول هذول شي يصيرون ولدان مخلدون بعدين مخلدون ليش مخلدون يعني مخلد بالجمال والشباب دائما شاب وجميل زين شي يقول إذا رأيتهم اسمع هاي حلوة إذا شفت هذول الولدان إذا حسبتهم لؤلؤا منثورا مثل الآلة بعد
نعم، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هدومهم شنو هذول الأبرار؟ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. انتبه، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. زين، ياهم أعلى المؤمنون، أعلى من المؤمنين أولو الألباب، أعلى من أولو الألباب الأبرار. الأبرار أعلى درجة من المؤمنين. المؤمنون في القرآن الله يعطيهم أساور منين؟ من ذهب. الله قرأت لك الآية مو؟ إيش قالت الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شوف، من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، سورة الحج وحتى سورة الكهف. يطي المؤمنين أساور منين؟ من ذهب. يوصل للأبرار اللي أعلى درجة، شو يقول عنهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شوف حبيبي، يقول نعم، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ليش؟ انتبهتوا السؤال اللي ما انتبهتوا؟ ليش أنزل درجة ينطي ذهب أو أعلى درجة شطي فضة؟ لماذا؟ الأبرار هو أعلى، هو درجات أعلى من عندهم. ها؟ شلون هذول يطيهم ذهب وذكول يطيهم فضة؟ لماذا؟ مع ما أنهم أعلى درجة يكون يصير بالعكس، يكون يطي هذول فضة ويطي ذكول ذهب. شنو الجواب؟ الجواب باكر. اي بعد ماك وقت مولانا. الجواب ان شاء الله باكر، وراح باكر نثبت بالله الابرار اكو اعلى من عندهم لو ماكو. وتوقف على حجاتك لحد باكر، انت قلت اهل البيت. زين؟ لحد باكر نشوف بالله اعلى من الابرار موجود لو ما موجود. زين حبيبي؟ نشوف بالله حسب الايات وننطي الايات ونجاوب على هذا السؤال ان شاء الله تعالى. زين؟ الابرار هذول الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى، من جملة الذين أخلصوا لله أني لا أرى أو لم أرى أصحابا أوفى من أصحابي، أوفى من أصحاب الحسين، ما أني لم يعني من أصحاب جدي رسول الله، من أصحاب أبي علي المرتضى، من أصحاب أخي الحسن، أصحابي أوفى أصحاب. وبالفعل بالفعل مولانا طلق الدنيا وما فيها، لبسوا النفوس على الدروع مو الدروع على النفوس، وإجوا جاهدوا وذبوا وناضلوا ودافعوا وضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الله وفي سبيل الحسين. كل شيء من كبير إلى صغير، شاب حديث عهد بعرس يضحي بنفسه في سبيل الحسين، شيخ طاعن بالسن حبيب ابن مظاهر عمره فوق 70-80 سنة. زين، هذا الرجل يضحي بنفسه في سبيل الحسين، أصحاب خلص للحسين، يعقد 12 راية للحسين، 12 راية يعقدها، يوزع الرايات راية من بعد راية 11، ظل وحدة. طبعا اللواء غير الراية، اللواء أكبر علم بيد من؟ بيد أبي الفاضل سلام الله عليه. لكن 12 راية وزحن 11، ظلت راية ترفرف. هذه يقول سيدي أبا عبد الله هذه الراية لي، هذه يقول لي، هذه يقول لي، قال لا، سيأتي صاحبها. عرف من هو صاحبها؟ وإذا غبر من بعيد، غبرة اقترب الفارس انجلت القبرة. زين، وإذ به حبيب بن مظاهر الأسدي، هذا الرجل شيخ الأنصار، هذا الرجل العظيم يلقي بنفسه من على ظهر جواده، ما ينزل لا، يلقي بنفسه من على ظهر جواده. إن شاء الله كل إحنا أنصار الحسين وكل إحنا نسجل أسماءنا عند الحسين. يلقي بنفسه من على ظهر جواده ويأتي زحفا إلى الحسين عليه السلام. شوفوا الإخلاص، يحث التراب على رأسه، سيدي عذرا إلى الله وإلى جدك الرسول أنا تأخرت عليك مولاي. يقول أعطاه الراية، مسح على رأسه وأعطاه الراية، استبشر الأصحاب والأنصار. أنا وصوني بمصيبة ثانية ترى راح نقراها. استبشر الأنصار والأصحاب، وصل الصوت إلى الحوراء زينب في خيمتها، سمعت الصوت زينب، سمعت صوت البشرى والفرح. أخي عباس، ما الخبر أخي؟ قالها أخي زينب، قد جاء عمنا حبيب. يقول له عمي اسمع قد مقامك كبير أبو فاضل. يقول له عم زينب، تقول له عم، قد جاء عمنا حبيب
قلت له أخي يا أبا الفضل أبلغ سلامي إلى عمي حبيب، سلمني إلى عمي حبيب. أجا أبو الفضل العباس يحمل سلام الحوراء زينب، جاء إلى حبيب: عم يا حبيب إن أختي زينب تبلغك السلام. يقول: خل ركب على الأرض عند خيمة الحوراء ويضرب على رأسه ويصيح: من مثلي وزينب بنت أمير المؤمنين تسلم علي؟ أنا مني أنا مني وتسلم علي يا أخويا بنت المرتضى وحامل حمي الحمية هاي مدللة عباس. هذا موقف، موقف للأنصار. أكو موقف للأنصار ثاني، ها وصوني بهالمصيبة الأخوة والأخوات، هذه بالذات ها مصيبة الحر، عندهم حاجة ما أدري. الحر وقف بين الجيشين متحير إلى أين، يسأل المهاجر ابن أوس يقول له: أراك متحير يا حر؟ يقول له: أخير نفسي بين الجنة والنار ولا أختار على الجنة شيئا. ضرب الجواد، راح للحسين مع ولده وعنده غلام وياه، راح ألقى بنفسه عند الحسين: أبا عبد الله هل لي من توبة؟ بأن جعجع ببنات رسول الله. قل له: بلى يا حر إن تبت تاب الله عليك. ها فطلب من الحسين أن يكون أول من برز، يبرز الحر ويقتل بين يدي الحسين. يأتي الحسين ينظر إليه يقول له: أنت حر كما سمتك أمك، أنت حر في الدنيا والآخرة. سوين المصيبة، المصيبة مو هنا، المصيبة يوم العاشر ذبح الرؤوس، ذبحوا الرؤوس راس من بعد راس، وصلوا إلى رأس الحر ابن يزيد الرياحي. وإذا عشيرة الحر بنو رياح شهروا سيوفهم: لا ندعكم أن تذبحوا رأس عبيدنا. صحيح نصر الحسين لكن هو كبيرنا شيخنا. قال لهم: خذوا كبيركم، أخذوه، أخرجوه، أخرجوه من ساحة القتال، مروه من خيمة الحوراء زينب. زينب نظرت عن بعد، قالت: أكو ناس شالت الحسين وما ذبح الحسين. نظرت وإذا النعش يمر عليها. هذا النعش لمن؟ قالوا لها: يا زينب هذا نعش الحر، إذا أين ابن والدي؟ أين الحسين؟ قالوا لها: يا زينب ذاك هو الحسين. رفعت رأسها زينب وإذ ترى الخيل تلعب على صدر الحسين. أين المنادي وحسينا؟ أيوة سيدا، أويلي أويلي أخويا العشيرة شالت بحر الضيق. أقرأ وياي: العشيرة شالت بحر الضيق، الكل منهم علي شالت الغير. أنا بس ظل والمعدهم عشير، ضحايا على الترب من غير تغسيل. لكن الحسين ينظر يمين والشمال لما الأصحاب مجزرة على الواهجة على الرمضة، هو يبدو هذا على حر القاع مطروح، أو ذاك يعالج ودم انحر يفوح، أو ذاك من الطبر ما بقت بي روح. تركت الحسين، تركت الأنصار والأصحاب زينب، أو حرك الحادي قل له: يا حادي لا تسج بالضعن بيداي، دليل الفقد بالسجاد. أنا بيداي بيداي ريض خل غسل حسين، أنا بيدي بيدي ودفن لا يضل جسم بمي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله، اقضي حوائج المحتاجين. بباب الحوائج أبو الفضل العباس يا الله
اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان، وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. الأرض البسيطة منزلا حتى بنا.